السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عامل تجربة إن أنا هروح لموقع كوبايلوت ومش هكتب له ولا حاجة خالص، هاجي هنا أشرب كل الكلام وهقول له أنا عايز إيموشي. طبعا على الموبايل تقدر تختار على طول من الكيبورد اللي موجودة في الموبايل. طب لو ما عنديش هقول هنا إيموشي، رايت كليك إيموشي وأبدأ أختار أي إيموشي من هنا. خلينا نختار كده إيموشي مع بعض، ممكن مثلا إيه نختار ايموجي مثلا سيارة ونشوف هيعملها هو صورة ايه. مثلا نختار السيارة ديت أول سيارة كتبها، وخلينا نختار مثلا أكلة معينة مثلا ديت، وخلينا نختار مثلا بالونة ونقول له كرييت، ونشوف ايه الصورة بقى اللي هيعملها لنا من خلال الصور ديت من غير ما نديله أي تكست خالص. فطلع لنا الصور بالشكل دوت، تمام. حط لنا دمج لنا الصور مع بعض. طيب خلينا نجرب حاجة تانية، هاجي هنا واقول ايموجي، واروح بقى مختار من الرموز هنا، اختار بقى كده عشوائي مثلا صورة واحد لابس نظارة اهوت، والصورة ديت نخبطه شوية واحط له مثلا صورة حصان مثلا واقول له كرييت، فاعمل لي الصور بالشكل ده. طب خلينا نجرب بقى حاجة جديدة، ايموجي وهختار بقى ايه في دماغي كده فكرة معينة، مثلا دوت. ممكن تختار واحد بس، مش لازم تختار كتير، بس اختار دوت. وخلينا نختار بقى ايه حيوان مثلا، ايه سمكة. يلا كريت، فعمل لنا صور بالشكل دوت.